حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بيوم جديد وحلقه جديده من برنامج الفرات داركم، وان شاء الله متباركين، ونهنيكم بولاده الامام زين العابدين. وبهذه المناسبه العظيمه والجميله نهني صاحب الامر والزمان الامام الحجه المنتظر ومراجعنا العظام والامه الانسانيه والاسلاميه بذكرى ولاده خير البشر، ولاده زين العابدين الامام الذي كان له الدور الكبير مع السيدة زينب الحوراء بعدة مواقف عديدة بعد واقعة كربلاء. أكيد مشاهدينا الكرام اليوم راح نكون برحاب زين العابدين الإمام السجاد عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله من خدمة الإمام زين العابدين ومن زواره إن شاء الله. خلينا نروح لفاصل قصير وحياكم الله وأهلا وسهلا. نهنيكم مرة أخرى بذكرى ولادة زين العابدين الإمام السجاد عليه السلام، وأكيد هذه المناسبة العظيمة على قلوب المؤمنين واللي يتوجهون إلى كربلاء المقدسة أيضا لزيارة مرقدي الإمام الحسين عليه السلام وبالفضل العباس عليه السلام. اليوم هي يوم وأيام فرحة، ميلاد الأقمار بشهر شعبان، انشهد شيعة أمير المؤمنين، يعني دائما ما تكون هذه فرصة باستثمار هذه الأيام المباركة بكثير من المواقف الجميلة. شكرا لكل من دعم الأيتام بهذه الأيام، شكرا لمن كل قدم المعونة، أيضا الزيجات المباركة اللي تكون بهذه الأيام، أيام ولادة أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقبل ما نتحدث عن الإمام زين العابدين أكيد راح يكون عندنا ضيف وراح نتحدث عن هذه الشخصية وما تركتها من أثر. خلنا نروح إلى قصة قصيرة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وراح نرجع نتحدث عن عظمة هذه الشخصية وما تركتها من أثر علمي وأثر إيماني وما تركتها من أثر قائد حكيم من بعد الإمام الحسين عليه السلام. خلينا نروح إلى هذه القصة ونرجع، خليكم ويانا. قد أرض حباها الله تعالى بسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد عليه السلام في المدينة المنورة في الخامس من شعبان سنة 36 أو 38 من الهجرة. كان يكنى عليه السلام بأبي الحسن وأبي محمد وأبي الحسين وأبي عبد الله. أما ألقابه فهي زين العابدين، بث فنات، سيد العابدين، قدوة الزاهدين، سيد المتقين، إمام المؤمنين، الأمين، السجاد، الزكي، زين الصالحين، منار القانتين. وقد اشتهر بلقب السجاد وزين العابدين. عاش سلام الله عليه في كنف جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ترعرع في مدرسة عمه الحسن وأبيه الحسين عليهما السلام، وارتوى من نمير علومهم النبوية، فكان امتدادا لنور محمد صلى الله عليه وآله ونور آبائه الميامين. وتحمل الإمام السجاد عليه السلام أعباء الإمامة والقيادة بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين عليه السلام والصفوة من أهل بيته وأصحابه في طف عاشوراء الخالد. برز سلام الله عليه على الصعيد العلمي إماما في الدين ومنارا في العلم ومرجعا لأحكام الشريعة وعلومها ومثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوى. شارك أباه الحسين عليه السلام في جهاده ضد الطغاة في طف كربلاء، ولكنه لم يرزق الشهادة مع أبيه والأبرار من أهل بيته وأصحابه، فإن الله سبحانه وتعالى كان قد حفظه ليتولى قيادة الأمة بعد أبيه. كان الإمام السجاد عليه السلام يحدث الناس بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وعقائد وأخلاق، ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين، وكان يقول مشيدا بفضل العلم: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. فكان عليه السلام يكرم طلاب العلوم ويرفع منزلتهم ويرحب بهم قائلا: مرحبا بكم أنتم ودائع العلم،
ويوشك إذ أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرين. وبذلك خرجت مدرسته كوكبة من العلماء الفقهاء والمفسرين الذين سطعت أسماؤهم في العالم الإسلامي. ومن آثاره عليه السلام الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق والمناجاة 15. عصر الإمام عليه السلام عددا من حكام بني أمية، حيث استشهد مسموما بأمر من الوليد بن عبد الملك في 25 من المحرم سنة 95 أو 94 من الهجرة، وله من العمر 57 سنة، ودفن بمقبرة البقيع في المدينة المنورة إلى جوار عمه الإمام الحسن عليه السلام، وانطوت باستشهاده سلام الله عليه صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية التي أضاءت الفكر ورفعت منار العلم والفضيلة إلى عنان السماء. حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام. باختصار تحدث عن شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام. توفرت للإمام زين العابدين عليه السلام جميع المكونات التربوية الرفيعة التي لم يظفر بها أحد سواه، وقد عملت على تكوينه وبناء شخصيته متميزة جعلته في الرعيل الأول من أئمة المسلمين الذين منحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الثقة وجعلهم قادة للأمة وأمناء على أداء رسالته. نشأ الإمام في أرفع بيوت الله، وإلا وهو بيت النبوة، بيت الإمام علي عليه السلام والإمامة الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. ومنذ الأيام الأولى من حياته كان جده أمير المؤمنين عليه السلام يتعاهده بالرعاية، ويشع عليه أنوار من الروح التي كان يطلقها عليه الإمام علي عليه السلام بحق صورة صادقة عن جده يحاكيه ويضاهيه ويداعب في شخصيته ومكوناته النفسية. أكيد احنا اليوم راح نتحدث عن شخصية زين العابدين عليه السلام مع ضيفنا العزيز الشيخ عبد الله الصالح من كربلاء المقدسة عبر الأقمار الصناعية. حياك الله فضيلة الشيخ، ومتباركين بولادة زين العابدين عليه السلام، وهذه الأيام أيام الولادات الأقمار بشهر شعبان، شهر الخير إن شاء الله على جميع المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين، متبارك إن شاء الله. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، وأسعد الله أيامكم. حقيقة أيام فرح وأيام سرور للمؤمنين في كل مكان. هذه المناسبات العظيمة، مناسبة ولادة أبطال كربلاء، أقمار كربلاء، الذين أعطوا إلى التاريخ عطاء كبيرا، جعل من هؤلاء الشخصيات ومن هذه الرموز مشاعر خير ورحمة للبشرية كاملة. أحسنتم فضيلة الشيخ، احنا اليوم برحاب الإمام علي السجاد زين العابدين عليه السلام، وأكيد بالحديث عن الإمام زين العابدين اليوم احنا نتحدث عن شخصية عظيمة، لكن راح نرجع معك فضيلة الشيخ بعد ما نرجع نتحدث مع حضرتك، بس نحل مشكلة الخلل، عندنا صوت من المصدر ونرجع إن شاء الله فضيلة الشيخ، وراح نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة. اليوم أسئلة كثيرة عن الإمام زين العابدين، خلينا نروح إلى وقفة قصيرة مشاهدين الكرام ونرجع إن شاء الله، خليكم ويانا.
هنيئا لكل زوار الإمام الحسين عليه السلام وزوار كربلاء المقدسة اللي يتوجهون بهذه الساعات وهذه الأيام، الأيام المباركة، أيام الفرح والسرور، وإن شاء الله تدوم هذه الأيام أيام الفرح والسرور. أكيد ما زلنا بتغطيات وما زلنا نستذكر أئمتنا وأولاداتهم، والفرات دائما ما تواكب الولادات، وإن شاء الله انتظرونا بالشعبانية بالنصف من شعبان راح نكون متواجدين بكربلاء المقدسة، ومثل ما عودناكم بكل عام ننقل أجواء الزيارة والزوار اللي يتوجهون بإحياء زيارة الإمام المهدي عجل الله فرجه وذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. ونحن اليوم برحاب الإمام السجاد عليه السلام، وما ترك هذا الإمام العظيم من أثر فكري وأثر علمي، أكيد المدرسة العلمية ودور الإمام السجاد عليه السلام ببث العلوم وبهذه المدرسة اللي بدأت تغذي الأمة الإسلامية والحفاظ على الرسالة المحمدية. اليوم نتحدث عن الإمام السجاد ونحن نستذكر ولادة الإمام السجاد، وأكيد المواطنين وشيعة أمير المؤمنين هنوا بهذه المناسبة. نروح نشوف التهاني ونرجع، خليكم ويانا. سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله. نهنئ العالم الإسلامي وعلى رأسه مراجع الدين العظام والمؤمنين الكافة بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ولادة إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، من الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وحقيقة لا شك ولا ريب عندما نتحدث عن إمامنا زين العابدين عليه السلام نتحدث عن الآلام التي تحملها الإمام، وخصوصا بعد واقعة الطف كما تعلمون، الحادثة التي استشهد بها إمامنا سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وما قام به المويون تجاه أهل البيت، وكانوا لا يرتدون بقتل أي شخص حتى لو كان إمام زين العابدين عليه السلام. لذلك الإمام اتخذ، أنا بعجالة حقيقة مثل ما طلبته، لذلك الإمام اتخذ طريقا آخر للاتصال بالناس، وهو عن طريق الأدعية. وكان لإمامنا سلام الله عليه كتاب الصحيفة السجادية المملوء حقيقة حكم، والمملوء أخلاق، ومملوء أحكام شرعية. وهذه في الواقع حقيقة طريقة كانت ذكية جدا، أنا لعله أقول ذكية تحديد باعتبار إمام هو إمام حجة علينا. ولذلك حقيقة عندما نقف بأزهاء هذه الشخصية العظيمة نتمثل بهذه الأبيات التي مدح بها الفرزدق إمامنا زين العابدين عليه السلام. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه الحل والحرم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرته والعجم. ولا شك ولا ريب حقيقة هذا حقيقة يعني نزر يسير بحق الإمام زين العابدين عليه السلام. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللمراجع العظام وللإمام صاحب العصر والزمان بمناسبة هذه الولادة الميمونة، ألا وهي ولادة الإمام السجاد عليه السلام زين العابدين وسيد الساجدين من هذا الضريح المبارك، من ضريح أبو الفضل العباس عليه السلام. ونذكر مواقف للإمام زين العابدين عليه السلام في كربلاء، ألا وهي أروع أسطر الشجاعة في الوقوف ضد الطاغية في زمانه. الحضارة الإسلامية وكافة المسلمين شهدوا وسمعوا بواقعة الطف الأليمة الذي واكبها الإمام السجاد عليه السلام، وعاصر نكبة أبيه الإمام الحسين عليه السلام وما جرى عليه في واقعة الطف، وسائر هذه الأمور، وعرج بالأسرة المباركة إلى المدينة ورجع إلى كربلاء وذهب إلى المدينة مرة أخرى حتى يجعل من تلك الواقعة ثورة تصدح في أعنان السماء. السجاد عليه السلام مدرسة علمت الناس من خلال الدعاء الأخلاق القيم، واستطاع أن يجاهد الظالمين بالدعاء. الصحيفة السجادية كانت مدرسة قل نظيرها، وربما يندر نظيرها في التاريخ، لم يأتي مثيلها ربما إلا كلام الله عن طريق أنبيائه، يعني أفضل منها فقط. أما غيرها ربما نهج البلاغة أو كلمات الإمام علي أو كلمات الحسين، أما
السالفة السجادية كانت قاموس من الأخلاق والتربية للإنسان. مبارك على الأمة ميلاد هذه الشخصية العظيمة. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، عدنا معكم والفرات داركم ومتباركين إن شاء الله مرة أخرى. الآن نرجع إلى فضيلة الشيخ عبد الله الصالح اللي جاء من البحرين ويتواجد الآن بكربلاء المقدسة. مقبول الزيارة مقدما فضيلة الشيخ، وإن شاء الله متباركين بهذه الأيام المباركة. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، وإن شاء الله أيام خير على الجميع إن شاء الله. طبعا إحنا سعداء جدا بوجودك، إن شاء الله راح تكون ويانا بهذا المشوار، مشوار الحلقة لنهايتها. وإحنا اليوم نتحدث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، والبداية نناقشها مع حضرتك فضيلة الشيخ. ما هي الحكمة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام من تزويج خير الناس أما وأبا وأجدادا وأعمام، وهو الإمام الحسين عليه السلام، من سبية فارسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا شك أن أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام القدوات الكاملة في كل شيء، ومن فوضهم الله سبحانه وتعالى وأذن لهم بالاطلاع على علم ما كان وما يكون، وأمير المؤمنين غني عن التعريف في مثل هذه المسألة. الأمر الآخر، فكان يعلم أن هذه المرأة أو هذا الإمام سيأتي من هذه المرأة، والمسألة الأخرى أن هذه المرأة كانت من حسب شريف، فلا يمكن أن تعطى إلى أي أحد. لذلك عندما حاول المسلمون أن يقسموا السبي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تدخل في هذه المفصل أو في هذا المفصل، وطلب منهم أن يفوضوا هذا السهم له وهو يتصرف، وقال أن هؤلاء الذوات الأحساب الكريمة لا يمكن أن يتعامل معهم هكذا. طبعا بلا شك أن الإمام يتعامل جزء من ما لديه من العلم من الله سبحانه وتعالى، والجزء الآخر أيضا مراعاة الظروف والعادات الاجتماعية والمكانة الاجتماعية. الأمر الآخر الذي جعل الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أن يضرب مثلا راقيا لعظمة الإسلام وتعامل الإسلام، عندما طلب أن يترك المجال لهؤلاء هن يختاروا من يريدون ولا يفرض عليهم الأمر فرضا، وهذه من أخلاق الإسلام العالية جدا التي جعلت الكثير من الناس يبادر للدخول في الإسلام ويبادر لاعتناق الإسلام ويفضل الإسلام على كل العقائد الأخرى، سواء الأرضية أو السماوية التي أكملت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. أحسنتم فضيلة الشيخ. إذن أم الإمام السجاد عليه السلام وعليهم السلام كان على ما يبدو كانت امرأة ذات قيمة إيمانية وإنسانية عليها، وكانت بعد الزهراء عليه السلام، باعتبار أن الأم الثانية اعتبرت للأمة وللأئمة من بعد السيدة الزهراء عليه السلام. يعني إذا أردنا نتحدث قليلا عن الأهمية وعن الأدوار اللي كانت مناطة لأم الإمام السجاد عليه السلام، ما هي الأدوار على اعتبار العائلة كانت بحاجة إلى حنان الأم، بحاجة إلى الأم اللي تتواجد من بعد الزهراء عليه السلام، فكيف وجدتم هذه الأيام بوجود أم الإمام السجاد عليه السلام؟ لو تسمح تعيد السؤال، ما سمعت إلا الفقرة الأخيرة. عفوا فضيلة الشيخ، يعني يذكر أنه الإمام أم الإمام السجاد عليه السلام على ما يظهر أنها كانت امرأة ذات قيمة إيمانية وإنسانية عليا، إذ كانت بعد الزهراء عليها السلام الأم الثانية للأئمة عليهم السلام. تعليقك على هذه القضية، يعني كيف كانت هي مناط لها الدور كدور السيدة الزهراء عليها السلام؟
أولا أمهات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مختارون من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يختار إلى هذه النطف إلا أصحاب الذوات العالية وأصحاب السجايا الكبيرة. لذلك هذه المرأة رأت في المنام حتى قبل، رأت الزهراء عليها السلام التي جاءت تخطبها للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك قصة هذه الرؤية لأمير المؤمنين عليه السلام فيما بعد. حقيقة الله سبحانه وتعالى يعطينا الأمثلة الواضحة، يخرج الخبيث من الطيب ويخرج الطيب من الخبيث. فهؤلاء رغم أنهم كانوا في غير خط الرسالات السماوية، إلا أن البيئة ربما كانت هكذا، إلا أن الصفات الشخصية التي كانت تتمتع بها هذه المرأة كانت من العابدات، من المؤمنات، من المتيقنات. لذلك هن لم يجدن مشاكل كبيرة لما دخلنا الإسلام وتعاملنا مع الدين ومع الإسلام بشكل آخر. نعم، هي أم للأئمة. إذا كان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو والد الأئمة التسعة الأطهار، فإن زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وزوجته هما أئمة، آباء الأئمة الثمانية من ولد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ينتسب لها هؤلاء الأئمة الأطهار الثمانية من الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، عفوا من الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم يا فضيلة الشيخ، خلي نكون بأجواء ولادة الإمام السجاد عليه السلام، كيف كانت الأجواء؟ كيف كانت اللحظات، لحظات ولادة الإمام السجاد؟ كيف استقبله الإمام الحسين عليه السلام؟ ما هي الأجواء؟ يعني كيف كانت الأمور، التفاصيل؟ أولا حقيقة أريد أن أبين نقطتين سريعتين بالنسبة إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. الأئمة بشكل عام هم شخصيات كاملة متكاملة، وهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال لعلي بن أبي طالب: أنت أخي ونفسي، إلا أنه لا نبي بعدي. كذلك الأئمة الأطهار حيث تكاملت جميع المواصفات. ففي الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إخلاص النبي إبراهيم عليه السلام وعبادته، وفي الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام زهد نبي الله عيسى وإخلاصه أيضا، وفي الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام موقف النبي موسى في مقارعته لطاغية زمانه فرعون وجهاده وإخلاصه، وفي الإمام السجاد أيضا صبر أيوب على بلائه وتعامله ورضاه بما كتب الله سبحانه وتعالى، وفي الإمام السجاد أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وهديه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حقيقة ولادة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام تزامنت مع مصيبة أيضا أو فجيعة أخرى، وهي وفاة والدة الإمام السجاد أثناء ولادتها بالإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكأن الله عز وجل أراد لهذه المرأة الطاهرة، لهذه المرأة التقية النقية العابدة، أن تختم حياتها بولادة هذا الإمام العظيم، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبيعي ولد الإمام السجاد في سنة 36 أو 38 في اليوم الخامس من شعبان كما ذكرتم في التقرير أيضا، وكما تذكر كتب التاريخ. ولما أخذ إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال هذا
شبيهي وسميه وهذا علي أسماه علي. عاش أيضا الإمام السجاد في كنف ثلاثة من الأئمة العظام، الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، ثم في كنف عمه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لمدة 10 سنوات، ثم في كنف أبيه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لمدة 10 سنوات أخرى أيضا. يعني عاش 22 أو 23 سنة من عمره الشريف في كنف ثلاثة من الأئمة العظام، ثم هو استلم الإمامة لمدة 35 عام أو 34 عام حسب الروايات، وكان نموذجا للإمام الزاهد، الإمام الذي بدأ نشر علوم آل محمد وبدأ يواجه الانحراف الكبير الذي حصل بعد مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو أثناء حكومة معاوية ويزيد، واستطاع أن يبدل الأمة ويغير الأمة ويوصلها إلى المرتبة الكبيرة التي وصلت إليها، ليأتي الإمامان الباقران الإمام محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، يكملا مسيرة التعليم ونشر تراث وأفكار محمد علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم. نحن نسترسل فضيلة الشيخ والحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام. ثبت أن علي الأكبر عليه السلام أشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا، يقال وفهل فعلا يعني الإمام زين العابدين عليه السلام أشبه بجده أمير المؤمنين عليه السلام؟ نعم، حقيقة علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام من العظام أبطال كربلاء، وبالمناسبة ومناسبة أيضا ولادته في هذا الشهر الكريم في العاشر من شهر شعبان. وعلي الأكبر أيضا كان ذا مستوى عالي، لكن علي الأكبر أيضا مكتوب عليه أن يستشهد مع أبيه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلي الأكبر كان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأحزن الإمام الحسين وكل أهل البيت مصاب علي الأكبر لما كان يمثل من تلك الصورة الشريفة السامية لرسول الله، لأنه ما كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله فقط في شكله وخلقه، ولكن كما قال الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: برز لهم، اللهم اشهد عليهم، فإنه برز لهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. فعلي الأكبر نعم مشهور عنه أنه شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء، والإمام السجاد أيضا شبيه أمير المؤمنين عليه السلام في خلقه وفي جهاده وفي علمه وعطائه. فإذا كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب القرآن الأصغر وهو كتاب نهج البلاغة العظيم، فإن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب زبور آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الصحيفة السجادية التي ذكرتموها وما فيها من العقائد الكبيرة وما فيها من العلوم الكثيرة وما فيها من ثروات وكنوز الدعاء التي لم يكن الناس يتعرفوا عليها قبل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني اللي يعني افتهم من حضرتك فضيلة الشيخ انه
الصحيفة السجادية ما تمثل فقط هي صحيفة للأدعية أو مثل ما البعض يقول أنه الصحيفة مجرد للأدعية وللتوسل، يعني اليوم احنا نتحدث عن الصحيفة السجادية اللي تمثل نتاجا سجاديا عقائديا وفكريا وأيضا علميا. صحيح صحيح، من يقرأ هذه الصحيفة يعني يخرج من فقط دائرة الدعاء. نعم هي تحتوي على أدعية مختلفة، لكن أيضا تحتوي على عقائد كبيرة وسامية، تحتوي أيضا على دعوة للارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتحتوي على قيم تربوية عالية لجميع الأجيال المتواجدة في الصحيفة السجادية. هناك أدعية تتحدث عن بر الوالدين، هناك أدعية تتحدث عن العلاقات مع الإخوان، هناك رسالة الحقوق التي امتاز بها زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكر فيها قواعد الحقوق العالمية الإنسانية قبل أن يتنبه أبناء البشرية ليضعوا بعض الحقوق. وإلى يومنا هذا إذا قارنا ما في الحقوق في رسالة الحقوق والحقوق في معاهدات العالمية الموجودة، نجد أن هناك بون شاسع وأن هناك صفاء وقيم عالية كانت تبرزها هذه الصحيفة العظيمة، أو على الأقل هذه الرسالة العظيمة، رسالة الحقوق. فالصحيفة السجادية ليست مجرد دعاء، الصحيفة السجادية هي عقائد، هي فقه، هي أخلاق، هي تعامل اجتماعي، هي خدمة للبشرية، هي دعوة للقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، وهي دعاء أيضا وارتباط وتقرب لله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، يعني ما زلنا مستمرين مع حضرتك، وأكيد الحديث عن الإمام زين العابدين حديث شيق، والكل يحب أنه يسمع عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام زين العابدين وعن أدواره. هلا نتحدث عن دور نشر العلوم الإسلامية. كنا نعرف أنه الإمام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قد عمل بظل التقية، كيف استطاع أن يؤسس لمدارس علوم آل البيت وكان محاط وعمل بمبدأ التقية، كيف استطاع؟ ما هو السر الإلهي بنشر العلوم الإسلامية عن طريق الإمام زين العابدين؟ أنا كما ذكرت لكم قلت إذا كان الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام السجاد هما اللذان يعني بقرا العلم ونشر علوم النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن البدايات التأسيس كانت الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن يقرأ تراث الإمام السجاد سواء الصحيفة السجادية، رسالة الحقوق، المناجات 15، أو كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، يلاحظ هذه المباني الأساسية وكيف أن الإمام السجاد أسس لهذه النهضة العلمية الكبيرة. هذا الجانب. الجانب الآخر، كانت الدولة الأموية تراقب الإمام السجاد وشيعة أهل البيت وتضيق عليهم، لكن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ابتكر من الطرق والأساليب الكثيرة التي ملأت الدنيا بأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثال بسيط، الإمام السجاد عندما رجع من رحلة السبي الأليمة إلى المدينة قال عدنا وما في المدينة أكثر من 7 بيوتات، وبعض الروايات تقول 10 بيوتات توالينا. لكن يوم اللي توفي الإمام السجاد، استشهد الإمام السجاد، كيف كان وضع التشيع في تلك الفترة؟ لنعرف ولنقايس بين ما كان الوضع عليه وما كان الوضع عليه فيما بعد. الأمر الثالث هو أن الإمام استفاد من هذه الظروف عندما رأى التضييق والملاحقة بأنه أخذ يشتري العبيد ويعمل لهم إعادة تأهيل،
تدريس في الفقه وفي العبادة وفي كثير من الأمور، وسنويا كان يخرج دفعات من هؤلاء. بعض الروايات تقول في كل عام كان الإمام السجاد يعتق 1000 عبد، وهؤلاء لا يدخلون إلى الإمام السجاد بطريقة، لكنهم يخرجون من عند الإمام السجاد بطريقة أخرى، يدخلون أناس عاديين، لكن يخرج أغلب هؤلاء علماء ويبثون في الأمة ويبدأون بنشر علوم محمد وآل بيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فاستطاع من خلال هذه 3 خطوات أو أكثر من ذلك أن يهيئ الأمة لكي تستفيد من فكر الإمام الباقر والإمام الصادق، ولكي تنهض الأمة من جديد، ولتبنى جامعة أهل البيت العالمية التي بدأ تأسيسها الإمام السجاد وقام بنشر بدفعها الإمام الباقر والإمام الصادق، ثم توالى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في حمل هذه الرسالة العظيمة حتى يومنا هذا الذي نجد فيه أن اليوم العالم كله يشتاق ويتوق إلى علوم أهل البيت، ويرى في هذه العلوم المنجى والمخرج من كل الأزمات والمشاكل التي تعيشها البشرية. نعم فضيلة الشيخ، يعني أكيد الدور الأكبر كان للإمام السجاد عليه السلام وبنشر العلوم، ومثل ما ذكرت حضرتك هذا الدور بدأ يتوسع من بعد الإمام السجاد عليه السلام، من بعد الإمام الباقر. والحديث عن مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة وما تركتها من أثر مهم، أثر علمي وأثر إسلامي مهم وأثر فقهي، وتفقه العديد العديد على يدي أئمتنا الأطهار. أكيد فضيلة الشيخ يمكن انتقاله كانت مهمة بحياة الإمام السجاد عليه السلام، وأنت تحدثت أنه هذا الإمام العظيم قد نشأ بكنف 3 من أئمة مهمين، أئمة آل البيت، الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. لكن الدور الأكبر، ويمكن الكثير من المؤرخين كتبوا عن هذا الدور، هو الدور الكبير بمعركة واقعة الطف ودور الإمام السجاد عليه السلام بهذه المعركة، رغم أنه كان عليل لكن كان له الدور الكبير بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأكيد كان له الدور بمجالس الظالمين مع العقيلة الهاشمية، مع العقيلة زينب الحوراء. خلينا نتحدث قليلا عن هذا الدور وعن هذه يعني عن اللطف الإلهي بأن الإمام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام يمر بوعكة صحية قد يكون هو لطف إلهي. خلينا نتحدث عن هذه التفاصيل. أولا يعني نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل دينه وشريعته لكي تحفظ ولكي تبقى ولكي تسود في البشرية، هذا بلا شك. لذلك رب العالمين يهيئ من الألطاف الإلهية ومن المواقف ومن الرعايات الكثير حتى يحافظ على ذلك. حقيقة ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الثورة التي حفظت بدماء الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه النجباء، حفظت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. لكن هذا الحفظ تجسد في مجموعة من الأمور، واحدة من هذه الأمور هو الدم الزكي الطاهر للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وللكوكبة العظيمة المضحية من أهل بيته ومن أصحابه النجباء. لكن الرسالة الأخرى كانت هي الوقوف أمام الانحراف، الوقوف أمام هذا التزوير الكبير
الذي قامت به الدولة الأموية بداية مع معاوية واستمرارا مع ابنه يزيد، وكانوا يعتقدون أنهم بقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام سيستطيعون أن يثأروا للجاهلية ويستطيعون أن يثأروا للشرك ويعيدوا الجاهلية مرة أخرى. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله قال: بعثت بين جاهليتين، جاهلية السابقة معروفة، والجاهلية اللاحقة هي جاهلية بني أمية الذين عملوا من أجل طمس الدين ومن أجل إحياء الجاهلية السابقة في كل شيء، والحديث طويل في ذلك وليس مجاله الآن، وإلا ممكن الإنسان يفصل. فقام الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليها السلام، بالوقوف أمام هذا الانحراف. يعني كان الأمويون يمهدون لأن يقرأوا يعني يسدلوا الستار على الإسلام بشكل كامل، ولم يظنوا، يعني كانت رحلة السبي المقرر لها أن تكون الخاتمة لهذا الدين بكل ما فيه من قيم وبكل ما فيه من أخلاق حميدة وبكل ما فيه من منافع للبشرية، وتعود الجاهلية كما كانت، القوي يستأسد على الضعيف والأقوياء هم الذين يحكمون والأغنياء هم الذين يحكمون وإلى آخره. لكن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام والسيدة زينب وبنات الرسالة جميعا وقفوا هذا الموقف العظيم ببيان الانحراف، ببيان التزييف، بالوقوف بإعلاء كلمة الحق أمام سلطان جائر، بحيث اضطر يزيد بن معاوية الذي كان يهيئ الشام لكي تعيش أعياد متواصلة طويلة، حتى أنه أوقف السبي 3 أيام على أبواب دمشق من أجل أن يهيئ دمشق إلى هذا الحدث العظيم ويزين دمشق وما شابه. لكن في المقابل سرعان ما اضطر يزيد بن معاوية عندما رأى أن الأمور غير مستوسقة له وأن الوضع قد ينقلب عليه من جراء بيان الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام وبيان السيدة زينب وباقي بنات الرسالة، اضطر إلى أن يقطع هذا البرنامج وأن يأمر بإعادة الركب إلى المدينة. لم يفعل ذلك لأنه يريد هذا، لا، المخطط كان أن يبقى هؤلاء السبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، عترة النبي صلى الله عليه وآله، رهائن في يد يزيد لأطول فترة ممكنة. لكنه أمام هذا الوقوف الشامخ اضطر لأن يوقف هذا البرنامج وأن يأذن للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام وعماته وأخواته وباقي بنات الرسالة بالرجوع وبالعودة إلى المدينة مرة أخرى. إذن لولا هذه المواقف العظيمة من الإمام السجاد وهذه الخطب الكبيرة وهذا الوقوف الشجاع بحيث أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام كان يواجه جبروت يزيد وجبروت بني أمية في عقر دارهم في مجلس الأمارة وفي مجلس الحكم في الشام. لذلك اضطر يزيد أن يغير البرنامج الذي كان موجود، ولذلك الإمام السجاد حافظ على الرسالة وقمع التزييف الذي كان ليس فقط في خارج دمشق، في دمشق التي كانت يعني توالي بني أمية حدثت ثورات، ليس أولها ابن عفيف الأزدي لكنها استمرت حتى سقوط الدولة الأموية. نعم فضيلة الشيخ، أجدت بكل ما تحدثت به، وصراحة أنا خليتك تسترسل ما ردت أقاطعك. الحديث عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام زين العابدين، يحتاج لنا ساعات وساعات، وعن الأدوار المهمة اللي واجه بها الأمية. يعني البعض يشكل أنه يقول أنه الإمام السجاد
ما واجه قاتلي أبي، لكن الإمام سجاد واجه هذه الدولة بعدة أساليب، منها الأسلوب العاطفي والأسلوب السياسي، وكان الإمام زين العابدين له الدور الكبير بنشر العلوم الإسلامية. فضيلة الشيخ عبد الله الصالح، احنا نشكرك لوجودك اليوم ويانا ببرنامج الفرات داركم، وان شاء الله زيارة مقبولة، ولا تنسونا بالدعاء، وان شاء الله عودتكم لدياركم آمنين وسالمين. شكرا لك، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، احنا اليوم برحاب ولادة الامام زين العابدين عليه السلام، وهذه الاجواء الجميلة، اجواء الفرح و السرور، ونحن اليوم فرحين بهذه الولادات العطرة، وأدام الله علينا وعليكم السرور إن شاء الله، وجعلنا وياكم من زوار الإمام زين العابدين إن شاء الله، وخدام زوار الإمام زين العابدين عليه السلام. أكيد اليوم الأجواء جميلة بكربلاء المقدسة، وبجوار سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، وبجوار مرقد قطيع الكفين بالفضل العباس، وهذه الأجواء اللي تتزين بها سماء كربلاء بالفرح والسرور. وهنيئا لكم من تتواجدون بالأضرحة المباركة، هنيئا لمن يتواجد بالقرب من سيدي ومولاي الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف، وهنيئا زوار الإمامين أيضا بالكاظمية المقدسة الجوادين عليهم السلام، وأيضا سامراء. اليوم أضرحتنا المباركة تتزين بالحلي وتتزين بالفرح والسرور، وإذانا بهذه الولادات المباركة نذهب نحن وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ونرجع إن شاء الله، خليكم ويانا. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، لم ويك بالقيد منه الراح والقدم، ولم أبوه ثلاثا في الصعيد لقا، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا علي رسول الله، والده أضحى وأثوابه مما اعتراه، دم وخارجيا ينادى في البلاد، وقد أمست بنور هداه تهتدي الأمم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، يهدى لشر عباد الله كلهم، إن يشتموه فقد قالت قلوبهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله فليس تجهل، يا ابن اللات أمكم، خواتم الشرك أنتم في العباد، وذا بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا الذي عمه الطيار جعفر والعباس أوفى الورى، أم كان عمكم، لو شاء بادكم يا قوم، إنه والمقتول حمزة ليث حبه قسم، يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم، وإن أجيلت عليهم في الوغدهم، فتلك منهم إذا عدت مناقبهم، خيم كريم وأيد بالندى، هضموا إن تنكروه فإن الله يعرفه، أو تقتلوه فهذه عادة لهم. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. متباركين بولادة الأقمار المحمدية وأيام شعبان، إن شاء الله شعبان خير وبركة وفرح وسرور عليكم مشاهدينا الكرام، ونحن وصلنا لختام مشوارنا لهذا اليوم. الصحة والسلامة لكل اللي يتابعونا، وأيضا لزميلتنا ابتسام اليوم غائبة الحاضرة، إن شاء الله نلتقيكم يوم غد إن شاء الله، ومشوار جديد وفرح وسرور، ونحن برحاب ولادات الشعبانية إن شاء الله. قبل تحياتي وتحيات كادر برنامج الفرات داركم، شوفكم بخير، أودعناكم.